بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل غير الثلاثي مصدره قياسي، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس الترقيس، فعل قياس مصدرها تفعيل، وكلم الله موسى تكليما، قدس تقديسا، كلم تكليما، قدم تقديما، كقدس الترقيس، وزكه تزكية، فعل إذا كان معتل اللام حذفوا ياء التفعيل وعوضوا عنها التاء، لأن التاء أقدروا على الحركة من الياء. زكى لو قالوا تزكي قالوا هذا تزكي ومررت بتزكين، الياء تصب على الحركة خاصة إذا كانت متأخرة، التاء أفضل منها، حذفوه وعوضوا عنها التاء، واضح؟ قالوا تزكية، زكي تزكية. إذا إذا كانت فعل معتلة اللام حذفوا ياء التفعيل وعوضوا عنها التاء، وكذلك إذا كانت لامها همزة نحو جزة تجزئة ونبأ تنبئة، وقد تكون على وزن تفعلة وليست لامها معتلة وليست لامها همزة، تقول ذكر تذكرة، تقع هذه والله أنا قال تزكي تزكية، وأجملا إجمالا من تجملا تجملا، هذه الأمثلة يقصد بها أن أفعل مصدرها إفعال، أقسم إقساما، أكرم إكراما، وتفعل تفعل، تكلم تكلما، تقدم تقدما، تجمل تجملا كما قال. استعاذ استعادة، استعاذ استفعل مصدرها استفعال، استخرج استخراجا، استكبر استكبارا. فإن كانت عينها معتلة حذفت، حذفت ألف الإفعال ألف الاستفعال أو العين، الله أعلم، اختلف النحاة. تقول الاستعادة أصلا استعوذ، استعاذ أصلا استعوذ، سوف يأتيك في التصريف، لساكن صح قول التحريك من ذلينات عين الفعل كأب، استعاذ أصلا استعوذ، نقلت حركة العين هي الواو، الواو هي عين الكلمة، نقلت حركتها إلى إلى إلى, إلى, إلى ما قبلها، فالكلمة هو العين، فسكنت الواو وسكنت قبل ألف الاستفعال، حذفت إحداهما، قال السيبوي المحذوفة الثانية، وقال الأخفش المحذوفة الأولى، والله أعلم. قال والسعي استعاذة، لأن استفعل إذا كانت معتلة العين تكون على يقال فيها استعاذة بحذف ألف الاستفعال أو عينه وتعود تلا عنها. والسعي استعاذة، ثم أقيم إقامة، أقام أصلها أقوم كأكرم، لكن أكرم عينها صحيح الراء حرف صحيح، وأقام مصدرها عينها معتلة أقوم أصلها، نقلنا حركة الواو عين الكلمة إلى الفاء وهو القاف، سكنت الواو، التقت ساكنة مع ألف الإفعال وحذفت إحداهما، الله أعلم إنهما المحذوفة كما قلت قبل هذا. فقالوا فيها إقامة، حذفوا ألف الإفعال أو عينه وعوضوا التاء، قال رحمه الله وغالبا التالزم، غالبا التالزم، تقول استقام استقامة وأقام إقامة، وقد تحذفه كقولنا وإقام الصلاة، صنع من كلام العرب أراء إراء أجاب إجابا، هذا من غير الغالب، حذفت التاء. المفتتح بهمزة الوصل الماضي، المفتتح بهمزة الوصل، ولا يكون بالعربية إلا خماسيا وسداسيا، نحو انتقد انطلق انتقادا انطلاقا، اكسر ثالثه وأتي بألف قبل الآخر، وكذلك السداسي من استخرج استخراجا مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمزة الوصل، تلو الثاني هو الثالث، كالعواء كالعواء كالصفاء كالصفاء، وضم ما يربعه في أمثال قد تلبل، تفعل له تفعل له مصدرها على وزن الماضي فقط، عليك أن تضم ما قبل الآخر، تقول تدحرج تدحرجا، تكلم تكلما، تقدم تقدما، فعل لها مصدران قياسيان، لها مصدران دلالان أو فعللة، تقول في دحرجة دحرجة ودحرجة، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، الأول أحيانا لا يقع لا يكون مصدر فعل لا، لكن الثاني مصدر مضطرد قياسي، دحرجة دحرجة، وسوسة وسوسة، عسعسة عسعسة، وهكذا. فاعل فاعل عليه لا مصدران فعال ومفاعل، قاتل قتالا ومقاتلة، وضرب ضرابا ومضاربة، لفاعل الفعال والمفاعلة وغيره، ما مر السماع عادلة، اجعل السماع عديلا له، اجعل السماع لا يرجع إليه معه السماع، صنع من كلام العرب ترام القوم رميا، ترام القوم رميا، صنع وكذبوا بآياتنا كذابا،
لم يقل تكذيبا كذابا، وكذلك سمع اطمأن طمأنينة اقشعر قشعريرة، هذا كله مسموع. أنا أقول ما السماء أقرأ. إذا جاءك في مصادر غير الثلاثي ما ليس قياسا أخذ ما سمع من العرب ولا تقص عليه. نعم. فعلت من مرة كجلسة، إذا أردت المرة من الثلاثي قل فعل، تقول شرب شربة، كذب كذبة، فعلة لمرة كجلسة، جلسة جلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، ألا تقول جلسة جلسة المتربع. إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلة لكجلسة غير الثلاثي بت المرة، غير الثلاثي إذا قتلت المرة عليك بالتاء، تقول استخرج استخراجة، انطلق انطلاقة. إذا كان المصدر مقطوعا بالتاء تكون الدلالة على المرة بالوصف، تقول قاتل مقاتلة واحدة، لأن المصدر مبني على مفاعلة. واضح؟ إذا كان المصدر مقطوعا بالتاء تكون الدلالة على المرة بالوصف لا باللفظ، تقول ضرب مضاربة واحدة. واضح؟ كذلك الهيئة، إذا كانت المصدر الثلاثي مختوم بالتاء تقول رحمه رحمة واحدة، رحمه المصدر تقول فيه رحمة واحدة، لأن المصدر مختوم بالتاء. نعم. أنا أقوله بفاعة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، غير الثلاثي بالتاء المرة، غير الثلاثي تقول تاء المرة. وشد الهيئة لا تصاب إلا من الثلاثي، وجاء الشذوذا من غير الثلاثي، قالوا اعتم عمة، انتقب نقبة، اختمر خمرة. أنا أقول وشد فيه هيئته كالخمرة. اختمر اختمارا، هيا مصدرها اختمارا، لا تصاغ الهيئة من غير الثلاثي، وسمعت اعتم عمة وانتقب نقبة.